اه على فكرة يا ولاد، انا منقي البيت والعفش حتة حتة. عندكم مثلا الطقم المدب ده انا جايبه من فرع عبد الرحيم عمرو اثناء الحرب اللي عندنا هنا في المريوطية. ما تخلص يا عم الحاج، ايه الهري ده كله؟ استهدى بالله يا ابني واقعد. بقول لك ايه يا حاجة، مش هنشرب حاجة ولا ايه؟ من عينيا. هاي يا ولاد، تشربوا شاي ولا قهوة؟ شاي؟ بقول لك يا سلطان، ما تيجي نضرب لنا كوبايتين شاي في الخمسينة، احنا في رحلة، خليك لذيذ. انت اتجننت؟ نسيت نفسك؟ لا شاي ولا قهوة، أنا مانع الاتنين في معسكر الرجالة، كلهم نزلوا جدول. شاي ولا قهوة جدول؟ بقول لك يا حاجة، ما تعمل لنا تانج ساقع لذيذ. موجود من عينيا. يكون مش جدول. أنا أروح أساعد الحاجة. طبعا. بنات، خدوا بالكم من نفسكم. أيوه أنا جنبكم هنا. يلا الستات راحوا المطبخ، نرتاح احنا بقى. فضل. مش ممكن. اف اقعد يا سلطان، اقعد يا روح، اقعد. اقعدوا بقى يا ولاد. ايه ده؟ ما تخضوش قوي كده، ده التكييف. طب بالكوا كتير ما بتشوفوش هو شغال. ده بيسقع الهواء مش اكتر. الحاجه بتحبه على 24 وانا بحبه على 18، فقلنا نوصل لحل وسط، قلنا نشغله على 21. شايفين الديتيلز؟ الراجل والست لازم يكملوا بعض. انا والحاج مثلا كنا دايما بنحب نطلب فراخ ديليفري من عند ابو شقر. كان بيعمل فراخ هايله ومتبله. ايه بقى ما اقولكمش، الحاج طول عمره يموت في الورك، وانا ما احبش الا الصدر. كنا نطلب فرخه كامله، انا اخد الصدر والحج بمنتهى الرضا ياخد الورك. ايه ده؟ ايه التضحية دي؟ ايه التكامل ده؟ تسلم ايديك يا حبيبتي، تعال تفضلي. هاتي يا حبيبتي، تسلم ايديكي، تعيش يا روحي. تعال تفضلي. ده انت اللي تسلم لي. تسلم لي يا حج. تفضلي بتاعك. ايه ده؟ بتعمل ايه يا ابني عند الحيط؟ ايه؟ بعمل زي البني ادمين. جاتك القرف؟ انا لسه ماسحه الارض. الله يخرب بيوتكم، انا هلاقيها منك ولا من زيزي. انت معفن يا ابني، بتعمل بيبي على الحيطه وهو قدام البنات؟ ما الحمام قدامك اهو. ايه ده يا حاج، انت معفن انت كمان؟ انت حاطط بطيخ في الحمام يا ابني؟ مش اصول اللي انت بتعمله ده، خليك محترف زي اخوك. حد يعمل كده قصاد البنات وانت بتعمل ايه؟ انت راخر. المربى دي هايله. مربى ايه يا ابني؟ حرام عليك، ده اخر برطمان جل. ما هم اصلا كائنات معفنه ما تتعشرش. يخرب بيتك نهارك اسود، هو انت خلصت علبه المكياج كلها على وشك؟ ما هي كارما كده، طول عمرها بجد اوفر في كل حاجه. اوفر؟ لا يا بنت الصيغه بتاعتي دي شبكتي.